يعني إيه؟ يعني خلاص أنسى الموضوع ما فكرش فيه تاني؟ أيوة، نصيحة مني ليكي، عشان هما التنين لو حطوا يدهم في يد بعض وحطوكي في دماغهم، قولي على نفسك الرحمن الرحيم. يا طه، ايه يا ولد؟ تستخبى مني ولا ايه؟ مرت عمي عامله ايه؟ ايوه عامل عامله ولا ايه؟ عامله ايه بس؟ اسال روحك. انت تعرف عنك ده برضو؟ انا اللي اعرفه عنك وعن تربيه الحاج صالح والحاجه صالحه ليك انك واد ابن حلال ومتربي ببيت ناس اصله، بس طلع كل اللي فاكراه غلط. ليه بس يا مرت عمي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك طلعت تربيه شوارع، العيال اللي واقفين على النواصي دول احسن منك. ليه الغلط بس ده؟ الغلط بيجي من اللي بيغلطه، وانت غلط وغلط كبير، غلطت في الناس اللي بيتقال عليهم اهل بيتك. انا ما عملتش حاجه. انك تلوف على صفيه وتعشمها دي مش حاجه؟ انك تضايق اختها اللي بتحب اخوك وهما في اللفه دي مش حاجه؟ انك توجع بين اختين ما لهمش غير بعض دي مش حاجه؟ قسما عظما يا طه، لو هوبت ناحية بناتي تاني لا تكون فضيحتك بجلاجل، مش في وسط أمك وإخواتك بس، لا في وسط البلد كلها. ماشي ماشي. إيه الرضا ده كله؟ هو أنت لسه شفت رضا؟ أخد النص التاني من المبلغ وحصيرك من ساسك لراسك. دي الأرض بينها هتطلع قماش. قصدك هتطلع دهب. دهب عمر ما مخلوق شافه. دي أرض السعد بقى. أرض السعد يا وش السعد والهنا. هتلر وبعدين بقى. يا ودود الهنا مشتاق لك انا. الكلام اللي سمعته ده صح؟ عايزه تمشي؟ اه يا زين، كنت عايزه امشي. طب ده انا اسميها ايه دي؟ ما ملهاش معنى غير انها قله اصل. عايزه تسيب جوزك في ظروف زي دي وتمشي؟ جوزي ما ادانيش فرصه ان انا اقف جنبه في ظروف زي دي. اسمع جوزي، بعدني عن المشاكل عشان مش عايز يعكنن عليا. اشغلني بمشاكلك، اتعبني وضايقني، بس ما تسيبنيش كده لوحدي مش فاهمه حاجه. انا غلطان، عايز اريحك ومش عايز اشغلك بمشاكلي. انت هتريحني لما ما تسيبنيش لوحدي مش فاهمه حاجه؟ هتريحني لما ما احسش طول الوقت انك غامض ومريب ومخبي عني حاجات انا ما اعرفهاش؟ الله يهديك يا فاروز، انا مش متحمل الكلام ده دلوقتي. انا في ايه ولا في ايه؟ الست العجله اللي تستحمل جوزها في الظروف دي. الحياه يوم حلو ويوم مر، وانت شفت معايا الحلو، استحمل شويه مر. العواد بدي ابويا يزعل. ما تخافش مش هنقول. وانا خاف من ايه عاد؟ وانت تداري عليه ليه؟ عشان لا يزعل مني ولا منك. يزعل مني انا ليه؟ يزعل منك انت. احنا هنضيع الوقت في المكان الجميل ده عشان مين زعل ومين ما زعلش؟ بس تصدق عندك حق تبقى هنا. المكان ملوكي. ما برتاحش غير هنا. شكلك راجل رومانسي. رومانسي كيف يعني؟ طب ده انا حتى اسمي مسعد. وماله مسعد؟ ده مسعد ده من الساعة. عمرك حبيت؟ حبيت طبعا. مين؟ نفسي. حبيتش غير نفسي. وعمري ما حبيت غير نفسي. ده مش حب، دي أنانية. مدام مريحاني المشكلة. يعني عمر ما واحدة كده
شغلتك وكلت دماغك يعني. ما بديش لحد فرصة، هما بيعرفوني الغرض واحد بس، وأنا كمان بعرفهم الغرض واحد. طب الغرض الأول وعرفني، الغرض التاني ده إيه؟ الفلوس. هما بيعرفوني عشان فلوسي، وأنا بعرفهم عشان أتبسط. واللي يضحكك إنهم بيتضايقوا، بيقول ما بتبصش ليه على عجلنا وقلبنا. دي لأبو أرزة نسوان واطية قوي. وقلت لهم إيه؟ بقول لهم إن ما تبصش غير على محفظتي، ما بصش غير على جسمي. طب واللي تبص على قلبك؟ ما قبلتهاش، ولو كنت قبلتها أكيد ما ادتلهاش فرصة. هندي، عمرك حبيتي؟ وما تقولي ليش أبويا، عشان مش هصدقك. أنا لحد دلوقتي عمري ما حبيت، بس شكلي كده حب. مين يا وليه؟ يا ولدي أنت من الصعيد، إلكم عاداتكم ودجالتكم اللي الزمن ما قدر يغيرها، صح؟ صح، كمل يا عمي. إحنا كمان لينا عاداتنا وتجالتنا، نجوز بناتنا من عنا، الكلام هذا في شيء زعل؟ أيوه، في شيء زعل. ليش يا حد الظابط؟ أقول لك ليش، عشان في عادات وتجاليد ضد الشرع اللي ربنا محلله يا عم الشيخ، زي الطار عندنا لما بناخده بيدنا وفي حكومة وبوليس ونيابة، نبقى ضد الشرع ونبقى عبيد للتجاليد دي. وأنا جاي أخبط على بابك تردني؟ بص يا عم الشيخ، الواحد مننا لما دمه بيسيح على الرملة عشان خاطر بلدنا ما بيفرقش ده دم مسلم ولا مسيحي ولا صعيدي ولا من بحري ولا سيناوي حتى، صح يا عم الشيخ؟ صح يا ولدي. طيب اديني مهلة أفكر واسأل عنك واشور. حقك يا عمي، عن إذنك. تفضل يا ولدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعلم إبراهيم ومراته وعياله وعيال عياله، حجة أنيسة وعيالها وعيال عيالها ونسوان عيالها والمقدس بطرس وعيلته، مرته وعياله وعيال عياله ونسوان عياله كمان. ها نسيتي يما صاحب الكشك اللي قدام البيت؟ يما احنا جديد دخلنا فوق الألف نفر. و يا بنت دول ناسك أهلك وعزوتك. زي ما انت يا عروسة، خرب بيتك اللي حطاه في راسك ده. ده زيت أملة. أملة؟ ازيك يا أم؟ إن شاء الله تسلم وتعيش يا ولدي. دول 40,000 جنيه. واه؟ دعيه دول يا ولدي؟ عايزك تزود الوكل، عايز الفقير ياكل قبل الغني، والصغير ياكل قبل الكبير.